وإلى ليبيا، حيث شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة مساء أمس الثلاثاء في مظاهرة رافضة لقرار مجلس النواب بطبرق سحب الثقة من الحكومة. وتظاهر المئات في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس دعما للحكومة، ورددوه هتافات منددة بقرار البرلمان مطالبين بإسقاطه. وقال دبيبة إن الشعب هو من يقرر لا من وصفهم بالمعطلين، مضيفا أنه لا يمكن الطعن في جميع أعضاء مجلس النواب. وكانت بيبا قال في وقت سابق إن الحكومة مستمرة في مهامها وصولا إلى الانتخابات المقررة في ديسمبر القادم، رغم أعلان مجلس النواب في طبرق سحب الثقة منها. وأضاف في كلمة خلال فعالية بمدينة الزاوية غرب طرابلس إن المجلس لن يكون ممثلا للشعب بهذه الصورة، ولابد أن يسقط لكونه لا يخدم الليبيين. لن يكون برلمان ممثل للشعب بهذه الصورة، وبعون الله سيسقط البرلمان بهذه الشكل. وهذا البرلمان لابد أن يخدم ليبيا ويخدم الليبيين.